ونرحب بضيفنا من لندن الكاتب والباحث السياسي ويليام وورد. أهلا بك سيد ويليام. كيف يمكن أن تؤدي هذه الأزمات وتحديدا أزمة زهاوي إلى سلسلة اليوم من الفضائح في السياسة البريطانية، وأي مصير سياسي اليوم لحكومة سوناك؟ لندن. مرحبا بكم من لندن. سيكون من الصعب الآن التكهن مساء السبت، ما إذا كان هذا الحادث سيتحول إلى أزمة لنظم زهاوي أو ريشي سوناك أم لا؟ لأنه يبدو أن ناظم الزهاوي لم يقل الحقيقة بشأن قضية ضرائبه، وقد تخرج صحف يوم الاثنين وهي الأهم في الأسبوع، قد تكون هناك تصريحات وحقائق أخرى تفيد بأنه كذب، وهذه هي المشكلة. إذا تبين أن سياسيا كذب فقد انتهى. ولكن في الوقت الحالي نعلم فقط أن ناظم زهاوي متورط في قضية ضريبية وأنه جانب الوضوح. المشكلة هي أنه بالرغم من أن بوريس جونسون يتصرف أو كان يتصرف على هذا النحو بشكل شبه يومي، لكنه كان شعبيا في البرلمان ومع ناخبيه الذين كانوا يحبونه وكانوا يسامحونه كلما اقترف خطأ كهذا. لكن بوريس جونسون قد ذهب، والناخبون البريطانيون سئموا من حزب المحافظين بسبب تصرفات الساسة، وبالتالي قد يتعين عليه الاستقالة. الاعتراف بالخطأ من قبل ريتشي سوناك أنقذه اليوم من هذا الغضب الشعبي، ولكن ما اقترفه الزهاوي وأنت ربطت أيضا مع صورة بوريس جونسون، وهنالك فعلا رأي عام في المملكة المتحدة، ولكن إخفاقات حزب المحافظين، الانعكاس على الصورة السياسية، على ما يقدم العالم. بريطانيا اليوم تمسك بعدد كبير من الأزمات، نبدأ من الأزمات الداخلية. المشهد السياسي يتحول سيد ويليام، واليوم كل هذه الملفات الصغيرة ستؤدي إلى نتائج كارثية على الحكومة. حزب المحافظين وكما دائما أقول هو أقدم حزب ديمقراطي في العالم، وله خبرة طويلة في السلطة أكثر من أي دولة أخرى في العالم الديمقراطي. وأقول هذا لأن المحافظين دهاة وأذكياء وحكماء في إخفاء سلوكاتهم السيئة. وأعتقد أن الذي قد يحدث هو أن يدركوا بأن المشكلة حقيقية وخطيرة، وأن ناظم زهاوي قد يطلب منه من حزب المحافظين أن يستقيل، وربما من الإعلام أيضا. وإذا التف المحافظون للدفاع عن ريشي سوناك وعن ناظم زهاوي، قد يأملون أن هذه الفضيحة قد تنسى خلال أسبوع، لكن هذا غير واضح بعد، لأن ريشي سوناك كان قد قام بحماقات، وأنتم أظهرتم في الفيديو ما فعله عندما ظهر في سيارته دون حزام، وهذا يعد غير قانوني. وصف حزب الديمقراطيين اليوم يعني بأن يغرم رئيس وزراء بعد بوريس جونسون، أنت تحدثت على هذه الصورة، أريد نقطة محددة، انعكاس ذلك أو تكرار اليوم أزمات رؤساء أو الحكومات أو الحكومات على وقع الأزمات الداخلية والدولية، هو جديد في المشهد السياسي البريطاني سيد وورد؟ I think the British
أعتقد أن الناخبين البريطانيين أو أولئك المتعاطفون مع حزب المحافظين أرى أنهم يدركون بأن ريشي سوناك رجل صادق وأنه لا يفعل كما فعل بوريس جونسون أو كما يفعل الآن ناظم زهاوي. أرى أنهم يثقون به لصراحته ولصدقه وكذلك لكونه إداري جيد، لكن للأسف الشديد هو ليس سياسيا داهية، وهذا الفيديو يظهر بأنه ساذج كسياسي، لم يفكر في مخاطر ظهوره دون حزام داخل مركبته وقال فورا إن هذا خاطئ. وأرى أن هذه غلطة بسيطة اقترفها ريشي سوناك وهو تصرف صبياني، هذا ينم عن عدم خبرته كسياسي، ولأن الساسة عادة بمثابة ثعالب يكونون ماكرين وأذكياء ويعرفون كيف يخفون أخطاءهم. وفي الوقت الحالي أتوقع أن ريشي سوناك ما يزال يحظى بالثقة بمن فيهم ثقة العمال، بالرغم من قولهم إنهم يريدونه أن يرحل، لكن يثقون في صدقه وصراحته. وأرى أنه سينجو من هذه القضية لأن الناس يثقون فيه لصدقه، وهو أيضا اقتصادي جيد ويقوم بأشياء جيدة للاقتصاد الذي كان في وضعية مريعة في عهد بوريس جونسون وليستراس رئيسة الوزراء. أشكرك جزيل الشكر ويليام وورد، الكاتب والباحث السياسي البريطاني المعروف، كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن.